السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلابنا الأعزاء، طلاب مدرسة إكنان الأهلية البنين. عندنا الفصول اللي هي الفصل الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس. لخصنا التعاليل بشكل عام لكل هذه الفصول. التعليل الأول من الفصل الأول سمي نموذج ريذرفورد بالنموذج الكوكبي، لأنه فرض الإلكترونات تدور بسرعة كبيرة حول النواة كما تدور الكواكب حول الشمس. هذا من التعاليل المهمة الوزارية. ثانيا، لا يتنافى الالكترونات في الاوربيتال الواحد رغم انه ما يحملان نفس الشحنة السالبة. طبعا احنا برهنا هذا ليش؟ لان احدهما يبرم عكس اتجاه عقارب الساعة والاخر باتجاه عقارب الساعة. الذرات متعددة الشحنة ليش؟ لان عدد البروتونات الموجبة يساوي عدد الالكترونات السالبة. فشل نموذج بور لتفسير بعض الظواهر الطبيعية لكثير من العناصر ليش؟ لانه فسر الهيدروجين فقط. الهيدروجين هو أبسط نظام ذري كونها تحتوي على بروتون واحد وإلكترون واحد. التعليل الخامس، طاقة تأين النيتروجين 7 أكبر من طاقة تأين الأكسجين اللي هو العدد الذري 8، على الرغم من أنهما يقعان في نفس الدورة الواحدة. لماذا؟ وهذا برهنا لأن الغلاف الخارجي لذرة النيتروجين ينتهي بالغلاف الثانوي 2P3 أي نصف مشبع. لذرة الأكسجين الغلاف الخارجي الثانوي ينتهي بـ 2P4. سادسا، تمتلك العناصر النبيلة أقل ألفة إلكترونية. لماذا؟ لأنه من الصعوبة إضافة إلكترونات لها. قلنا العناصر النبيلة المدار الخارجي يكون ممتلئ ومشبع. سابعا، بعض العناصر النبيلة لا تمتلك كهرباء سلبية لأنها لا تكون مركبات وبالتالي لا يمكن تعيينها. للفصل الثاني، تعكر ماء الكلس حجر الكلس عند إمرار غاز ثاني أكسيد الكربون عليه بسبب تكون كربونات الكالسيوم غير الذائبة في الماء. ثانيا، استخدام ملح الطعام في حفظ المواد الغذائية. الجواب، لأنه المحلول المركز منه يقتل البكتيريا المسببة للتعفن. زوال بريق قطعة الصوديوم المقطوعة حديثا عند تعرضها للهواء الرطب. طبعا هذا وزاري. الإجابة هي لأن الصوديوم يتحد مباشرة مع أكسيد الهواء الجوي ويكتسي بطبقة بيضاء من أكسيده. رابعا، طاقة التأين لعناصر الزمرة الثانية أعلى من عناصر الزمرة الأولى، لأن عناصر الزمرة الثانية تحتوي إلكترونين في غلافهما الخارجي مما يصعب فقدانه، بينما عناصر الزمرة الأولى تحتوي إلكترون واحد في غلافها الخارجي مما تقل الطاقة لانتزاعه. خامسا، استخدام الصوديوم في عمليات التعدين. الإجابة هي للتخلص من أكسيد الهواء المتحد مع الفلزات. سادسا، ملح أملاح الليثيوم أقل عناصر الزمرة الأولى ذوبانا. الجواب هو بسبب زيادة الصفة التساهمية له. سابعا، سميت عناصر الزمرة الأولى بالفلزات القلوية، أيضا مهم لأن محاليلها عالية القاعدية. عدم وجود عناصر الزمرتين الأولى والثانية حرة في الطبيعة طبعا كنا نعرفها بسبب الفعالية الشديدة لهما، أي شدة فعاليتهما. تاسعا، سبب تميؤ الملح العادي. ليش الملح يتميئ؟ لاحتوائه على شوائب على هيئة شنو؟ كلوريد الكالسيوم أو كلوريد المغنيسيوم أو كليهما، وهاتين الشوائب تميلان لامتصاص الرطوبة من الجو، أيضا مهم. عاشرا، يحفظ الصوديوم في سوائل مثل البنزين النقي أو الكيروسون اللي هو النفط الأبيض. أولا، لأنه لا يتأثر بالهواء ويتفاعل مع الأكسجين. لأنه يتأثر بالهواء ويتفاعل مع الأكسجين الهواء. ثانيا، لأنه لا يتفاعل مع البنزين أو الكيروسون، لهذا نحفظه. 11، استخدام الصوديوم في بعض التفاعلات العضوية لأنه عامل مختزل قوي. 12، تم سلوك العناصر الزمرتين الأولى والثانية سلوك عوامل مختزلة قوية. لماذا؟ لأنها تميل لفقدان إلكتروناتها الخارجية بسهولة. التعليل الخاصة بالفصل الثالث، أولا، استخدام مركب الكريولايت في خلية التحلل الكهربائي لاستخلاص الألمنيوم. الإجابة، لتخفيض درجة انصهار البوكسايت أو الألومينا. ثانيا، لا يستمر تفاعل حامض النتريك مع الألمنيوم، أو يحفظ حامض النتريك في أواني من الألمنيوم بسبب تكون طبقة من أكسيد الألمنيوم تعزل الفلز عن الحامض وتوقف التفاعل. وأيضا نقول ليش يتوقف التفاعل؟ بسبب أيضا تكون طبقة من أكسيد الألمنيوم اللي تعزل الفلز وتوقف التفاعل. لا تصنع الأسلاك الكهربائية من الألمنيوم، أيضا هذا وزاري، إلا في نطاق محدود، رغم أنه توصيل الألمنيوم يساوي ضعف توصيل النحاس.
الإجابة هي لأن الألمنيوم أكثر تمدداً أو تقلصاً من النحاس لنفس المدى الحراري. رابعاً، تصنع من سبائك الألمنيوم القناني الخاصة لحفظ السوائل بدرجة حرارة منخفضة مثل سوائل الأركون والنيتروجين والأكسجين. ليش أصنع من عندها؟ لأن قوة الألمنيوم تزداد كل ما انخفض درجة الحرارة تحت الصفر السيليزية. خامساً، يستعمل أكسيد الألمنيوم في قطع المعادن وتمنيعها. لماذا؟ لأنه مادة صديدة جداً. سادساً، استخدام الألمنيوم في استخلاص بعض الفلزات لأنه عامل مختزل قوي. سابعاً، يستخدم الشب في تعقيم الجروح الخفيفة. لماذا؟ لأنه يساعد على تخثر الدم بسهولة. شلون يساعد على تخثر الدم؟ بسبب ذوبانه في الماء وتكون راسب هيدروكسيد الألمنيوم على الجروح. ثامناً، لا يستخلص الألمنيوم من سيليكات الألمنيوم المعقدة اللي هي قلنا اللي موجودة في المعقدة على الرغم انتشارها بالطبيعة، موجودة في الطبيعة. ليش ما أستخلصها وهي متوفرة؟ لأن عملية الاستخلاص تكون باهظة الثمن جدا ومكلفة أو غير اقتصادية. تاسع، الألمنيوم يقي نفسه من التآكل. شلون يقي نفسه؟ لأنه عند تعرض الألمنيوم إلى الهواء الخارجي يتأكسد سطحه الخارجي فيكتسب بطبقة رقيقة جدا من أكسيده تمنع وصول الهواء ويتوقف التأكسد. الفصل الرابع، التعليل الأول تعتبر النقود المعدنية من المحاليل، وذلك لأنها محلول ناتج من مزج مواد صلبة مع مواد صلبة أخرى. ثانيا، محلول حامض الهيدروفلوريك HF محلول إلكترولي ضعيف، وذلك لأنه يتأين بشكل غير تام كما موضح في المعادلة اللي سهمين رايح جاي، يعني التأين غير تام. ثالثا، تذوب المواد في المحاليل الساخنة أسرع من الباردة. لماذا؟ لأنه في المحاليل الساخنة تزداد الطاقة الحركية لجزيئات المذيب، وبالتالي زيادة عدد الاصطدامات بين جزيئات المذاب والمذيب، فتزداد قابلية الذوبان للمذيب للمذاب العفو. رابعا، يعتبر الهواء جو من المحاليل. ليش؟ لأنه مزيج من عدة غازات مختلفة. خامسا، يذوب ملح الطعام في الماء عند تحريكه بصورة أكبر بسبب زيادة ملامسة سطح بلورات ملح الطعام مع جزيئات الماء، وبالتالي تزداد سرعة الذوبان. سادسا، يذوب مسحوق السكر أسرع من حبيباته، لأن المساحة السطحية للمسحوق السكر أكبر من المساحة السطحية لحبيبات السكر. هذا ما يتضمن الفصل الرابع. الفصل الخامس، أولا تستخدم السيليكا اللي هو فصل السيليكون، السيليكا النقية في قطع الزجاج وتخديش الحديد. ليش أستخدمها؟ لأنها مواد شديدة الصلادة. ثانيا، تظهر السيليكا غير نقية بألوان مختلفة. لماذا؟ لأنها تحتوي على كميات مختلفة من الشوائب، حسب الشوائب اللي بيها تظهر ألوانها. ثالثا، يستعمل جل السيليكا كعامل مجفف، ومهم هذا وزاري، وذلك لمساحته السطحية الكبيرة وقابليته العالية لامتصاص الماء. الفصل السادس اللي هي المركبات العضوية، التعليل الأول تفاعلات المركبات العضوية بطيئة. لماذا؟ لأنها مركبات، لأنها مرتبطة بأواصر تساهمية. الأواصر تربط الكربون بالمركبات الأخرى اللي هي أواصر تساهمية. إضافة بعض الأصباغ إلى الكحول المعطل اللي هو الاسبرتوجن لغرض تمييزه عن الكحول النقي. يشتعل البنزين البنزول بلهب داخن، الجواب لاحتوائه نسبة عالية من الكربون. رابعا، غاز الميثان يتجمع عند تحضيره بإزاحة الماء إلى الأسفل، وذلك لأنه الغاز قليل الذوبان في الماء. خامسا، غاز الميثان يشتعل بلهب أزرق فاتح غير داخن، الإجابة لأنه نسبة الكربون إلى الهيدروجين فيه قليلة.